مشاهدينا في كل مكان، أهلا بكم في حلقة جديدة وبرنامجكم الزراعية الآن. إحنا من امبارح كلنا يعني عشان نبقى واقعيين وبنتكلم بواقعية، شايفين كل الناس وكل العالم مضطرب، في حرق يعني في حركة كده من الاضطراب. اللي حصل إنه سعر الدولار لما زاد الناس كلها، في ناس خسرت مبالغ كتير، الوضع متذبذب، الوضع خلى كتير من الناس قلقانة، حتى اللي ملهاش علاقة بالدولار والتعامل معاه المباشر الناس قلقت. قالك على الأقل إنه بعض التجار هتغلي علينا بسبب فكرة الدولار، وحتى في الأجهزة الكهربائية في ناس كتير عملت مشاكل وما قدرتش تستلم الحجوزات اللي كانت حاجزاها. ده غير بقى أصحاب النفوس الضعيفة والضمير الضعيف والكلام ده. عشان نبقى واقعيين، إحنا العالم بيشهد حالة حرب، إحنا بنحاول وحكومتنا بتحاول إنها ما تحسس المواطن المصري إن في مشكلة، ما عندكش سلعة أساسية على الأقل في الأكل والشرب ناقصة، ده موجود. أنتوا عارفين لو حضراتكم متابعين في روسيا، فيش سكر في روسيا، يعني أي سوبر ماركت أي حاجة عندهم مشكلة في السكر، لكن أنت عندك لحد دلوقتي الأمن الغذائي بتاعك مستقر لثلاث أربع شهور قدام، ولما إن شاء الله يخلصوا أنت عندك بإذن الله اللي هيغطيك. طيب أنا طالعة أقول إيه النهاردة؟ طالعة أقول للناس اللي هتستغل هذه الظروف وتيجي على الغلابة، حرام عليكم. التجار أصحاب النفوس الضعيفة واللي مفيش ضمير ومش بيراعوا ربنا، حتى في المواطن اللي مش بياخد قوته غير بيومية كده، لا حرام، لأن في الناس دي ما ينفعش ان انت تيجي عليها، ما ينفعش ان انت تقول ده احنا في حرب، ده انا هغلي، ده انا اتأثرت، ده لسه زيادة دي امبارح، وانت طبيعي عندك مخزون اقل مثلا من مش هيقل عن 10 12 15 يوم، وفي ناس بتخزن البضاعة بتاعتها بالشهر. طيب دي الرسالة للتجار. انا كمستهلك امبارح كنت بكلم حضراتكم على ترشيد الاستهلاك، وفي ناس يعني تحت خط الفقر دي الحكومة بتتعامل معاهم بسياسة الطبطبة وليهم حاجات معينة، فأنا ما أقصدهمش بكلامي دول على رأسنا من فوق، أنا بقصد الطبقة المتوسطة اللي كلنا معظمنا منها. قلت لك رشد استهلاكك امبارح، طب ممكن أطلب من حضرتك طلب النهاردة تسمح لي يعني بعد إذنك؟ لو حضرتك لقيت أي حد بيغلي أو في ارتفاع في السلع الغذائية تحديدا، عشان دلوقتي احنا مش هنشتري أو مش هنهتم غير بالأكل والشرب، حضرتك هتعمل إيه؟ حضرتك هترفع سماعة التليفون وانت واقف قدام هذا التاجر ضعيف الضمير ضعيف النفس، هتقول له انا هبلغ عنك وهتجيلك غرامات. وحضراتكم اكيد تابعتوا اعلان مجلس الوزراء من يومين عن موضوع الغرامات. هتتصل على 19588، ده جهاز حماية المستهلك، 19588 وزيرو 15 أربع سبعات أربع تسعات، وهتفهم الراجل اللي أنت واقف قدامه أن أنت هيتم شكوتك وهيتم اتخاذ إجراء قانوني تجاهك، وجهاز حماية المستهلك مطلع بيان أنه الناس لازم يكون لها دور إيجابي ولازم تبلغ عن أي شكاوى لها علاقة بالمنتجات الغذائية، ارتفاع أسعار، قلة جودة، نقص في الخدمات، أي حاجة أنت عايز تبلغ عنها بلغ عنها. دي حاجة. الحاجة التانية والأهم، رغيف العيش اللي كلنا ما نقدرش نستغنى عنه. وزارة التموين طلعت بيان، وأكد المتحدث الرسمي باسمها الأستاذ أحمد كمال، قال لك لا نقص في رغيف الخبز في الجرامات بتاعته اللي هي 90 جرام وسعره موحد. أنا بتكلم على اللي في التموين أو حتى في الفرن البلدي اللي احنا بنشتروه عادي، تمام؟ لو انت شفت ان في نقص، انا النهاردة كنت بشتري عيش الصبح ولقيت فرن عادي جدا بيقول لي الرغيف بجنيه وربع وفي رغيف بجنيه ونص، قلت له ليه؟ قال لي ما هو الدنيا. قلت له بس زي ما انت تعرف ان في كذا كذا، قال لي انا غلبان وبشتغل هنا وما عرفش. قلت له طيب انا ماليش دعوة انا هبلغ، وفعلا بلغت وزارة التموين على الارقام اللي بقول لحضراتكم عليها، انا حتى ما كنتش عارفها، دخلت جبتها من على النت، 16/5/28 و19/5/88، تاني 16/5/28 و19/5/88.
ليه بقول لحضراتكم الأرقام دي؟ وليه بقول لحضراتكم إن إحنا لازم يكون لنا دور إيجابي؟ لأن إحنا داخلين على شهر رمضان والناس كلها بتشتري حاجتها والناس كلها محتاجة تاكل وتشرب. أنا مش بقول هننزل نشتري هدوم ولا هننزل نشتري حاجات رفاهيات، أرجوكم محدش يقول أنا شكوتي، لأ. وغير كده لو أنت سبت ومشيت والحاجة عنده باظت وسوري يعني في اللفظ عفنت، هيديها لك بالسعر بتاعها، لان فعلا فعلا اصحاب النفوس الضعيفه بقوا كتير، بقوا عاملين زي النمل، فاحنا دورنا ان احنا نوقفهم عند حدهم، ما نشتريش منهم ونبلغ عنهم. بس كده هتلاقي ان انت تقدر تحافظ على فلوسك اللي موجوده معاك دلوقتي وما تشتروش غير اللي تقدروا عليه. انا بقول الكلام ده مش عشان احنا في قلق او في ازمه لا قدر الله، بس بقول لك محدش قدام عارف في ايه، ان احنا العالم في حرب، فانت لازم تخلي بالك وتساعد حكومتك، وقبل الحكومه تساعد نفسك. خلي الفلوس اللي معاك دي تكفيك بدل الشهر شهر ونص شهرين. ارجوكوا كلنا يكون لينا دور ايجابي ونركز في الموضوع ده بمنتهى الجديه. وانا بخاطب ست البيت، انت اللي بتنزلي تشتري وانت اللي معاكي الميزانيه، من امبارح الناس غضبانه وزعلانه، زعلانه اكتر من الجشع اللي هيطلع عليهم، من الناس اللي بضاعتها لسه في المخازن وتقول لك اصل الدولار غلي واصل هو سعره ارتفع، وانا لسه البضاعه عندي في المخزن القديمه اللي انا شاريها بالسعر القديم ما طلعتهاش. طب المستهلك ده اللي حاجز منك ليه تفتري عليه وتطلع له بسعر جديد انت اصلا ما اشتريتش بيه؟ فعشان نوقف الناس دي وما نطبطبش عليهم ونكون جادين وحازمين في اجراءاتنا وفي قراراتنا وفي رد فعلنا، نسيب الحاجه عندهم تبوظ ونشتري من مكان تاني محترم، يا اما نبلغ على الارقام اللي قلت لحضراتكم عليها. اللهم بلغت، اللهم فاشهد. وانا قبل ما اطلع اقول لحضراتكم الكلام ده ابتديت بنفسي، والله الصبح ده الموقف ده حصل بالفعل. طيب النهارده بقى هنتكلم عن ايه، وان شاء الله الايام اللي جايه تبقى حلوه ومفيش حاجه ابدا تخلينا نتضايق ولا نقلق، وان شاء الله باذن الله الامور تعدي على خير. الطمانينه هي اللي هتعدينا، لانه احنا مش هنحس بقلق، فننزل نشتري كتير كتير، فاحنا نتشجع اكتر بقى. التاجر يقول لك اه ده الناس بتنزل تشتري، طب انا غلي عليهم ما هم عايزين. لا تعملوش كده، والله استنوا الاول مثلا اسبوع من رمضان يشتري على القد، وبلاش نخزن لاخر الشهر. خلينا مثلا اول اسبوع من رمضان ننزل نشتري اللي يكفينا لاخر رمضان. وعلى فكره هتقولوا لي ده في ناس مش لاقيه تاكل اصلا، هو انت بتقولي ان الناس بتخزن؟ انا قلت في البدايه اني بتكلم على الطبقه المتوسطه، الطبقه الفقيره احنا كلنا بنتضامن معاها، واولنا الحكومه، فدول ملناش مساس بيهم. وان شاء الله ربنا يبعدنا عن اصحاب النفوس الضعيفه. واخر مره بقول ان الغرامات بقت قاسيه جدا، في عقوبات، انت الغرامه بتبتدي عندك من 100,000 تقريبا ل 5 مليون جنيه لو الذاكره ما خانتنيش، فانت خلي بالك. وفي قانون والدوله مصحصحه قوي قوي قوي، لانها مش عايزه تسيب الناس لجشعك وطمعك، فخلي بالك وما تحسش كده ان انت محدش شايفك، لا ده الناس كلها، حتى المواطن البسيط اللي انت شايفه غلبان وعلى قده، لا هيمسك تليفونه والله ويبلغ، انا عندي ادفع جنيه ولا جنيه ونص في مكالمه احسن ما اديهم لك وخليك تستغليني بيهم. فان شاء الله ما فيش استغلال، وان شاء الله ربنا يبعدنا عنهم، وده مش هيحصل غير بدورنا الايجابي زي ما قلنا. طيب احنا النهارده هكلمكم عن ايه بقى؟ هنكلمكم في الفقره الحواريه عن الفول البلدي. لازم اركز معاكم على الفول البلدي لان احنا داخلين على رمضان، فاخبار الفول البلدي ايه وزراعته وتفاصيل تانيه كتير، كل الكلام ده هنعرفه في فقرتنا الحواريه النهارده باذن الله. يلا نبتدي اخبارنا. واول خبر عن رئيس الوزراء بيقول لنا عن وبيكلمنا عن اعاده هيكله الموازنه العامه للتعامل مع الازمه العالميه. تعالوا نشوف الاجتماع اللي ترأسه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء النهارده في الاجتماع الاسبوعي للمجلس، حيث يتم مناقشه واستعراض عدد من ملفات العمل المهمه. واستهل رئيس الوزراء الاجتماع باستعراض تداعيات الازمه الروسيه الاوكرانيه على الاقتصاد العالمي. مش بس كده، كمان الانعكاسات اللي حصلت على الوضع الاقتصادي المصري، مشيرا إلى أن الإجراءات المختلفة التي تتخذها الدولة للتعامل مع تلك التداعيات، وخاصة ما يتعلق بارتفاع مستوى الأسعار عالميا، ده اللي بتعمله الدولة لتخفيفا من وطئتها على المواطنين. وكمان وضح ان الاجراءات بتتضمن جهود توفير السلع الاساسيه بالكميات والاسعار المناسبه،
مش بس كده، عندك كمان يا سيدي التوسع في إقامة المعارض والمنافذ المختلفة على مستوى الجمهورية، وده طبعا لتلبية احتياجات المواطنين من تلك السلع. طيب بمناسبة كمان المعارض اللي بتحصل ومبادرات بقى كلنا واحد، وسواء بقى كانت طبعا تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي أو بعض المنافذ الخاصة بالقوات المسلحة أو الداخلية أو وزارة التموين أو وزارة الزراعة، أرجوكوا يعني هي منتشرة على مستوى الجمهورية، بس اللي مش جنبه قوي أو متعود يجيب من مكان معين لا، روحوا المنافذ دي، لأن الدولة بتيسر عليك وبتعمل لك تخفيضات بتصل من 20-30%، وفي بعض المنتجات بتبقى سعرها مدعم بنسبة كبيرة. فأرجوك روح واشتري من هذه الأماكن عشان تخفف على نفسك، وفي نفس الوقت تخلي التاجر الجشع اللي كنت بتكلم عليه يا إن لما يلاقي بضاعته مركونة كده عنده. فنروح لهذه المنافذ اللي هنلاقي فيها كمان جودة، ودي حاجات مضمونة بقى، هتبقى مش قلقان انها متخزنه من السنه اللي فاتت او قلقان ان فيها اي مشكله، وفي نفس الوقت كمان هتاخد سعر كويس. يلا نروح على الخبر اللي جاي اللي بيتكلم عن الزراعه، والزراعه بتقول لك ان في ضخ كميات كبيره من المنتجات الغذائيه بالمنافذ الخاصه بالقطاع باسعار تنافسيه. هو ده الكلام اللي كنت بقول لحضراتكم عليه، واللي اكد عليه رئيس قطاع الانتاج بوزاره الزراعه والاستصلاح الاراضي الدكتور ممدوح السباعي. قال لك ايه؟ قال لك ان في ضخ كميات كبيره جدا من المواد والمنتجات الغذائيه بمنافذ القطاع الثابته والمتنقله كمان، وده فين؟ ده في مختلف محافظات مصر، وكمان باعلى سعر وباعلى جوده وباسعار تنافسيه بتقل عن مثيلتها بالاسواق بنسبه تتراوح ما بين 15-20%، وده كله طبعا في اطار تكلفات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتخفيف عن كاهل المواطن. وكمان استكمالا لكلام السباعي، قال انه بيتم التوسع في اقامه المنافذ سواء كانت الثابته او المتحركه بالمناطق والاحياء الجديده، وده تشجيعا لدعم واستقرار المواطنين في هذه المناطق، حيث يتم ضخ منتجات الخضر والفاكهه والبقوليات والبقاله واللحوم المجمده ومصنعاتها، وكمان يا سيدي اللحوم البلدية والدواجن المجمدة. ومش بس كده، ده انت عندك الأسماك وعسل النحل وزيت الزيتون ومنتجات الألبان ومصنعاتها. أعتقد كده مالناش حجة، كل حاجة هتلاقيها عندك في المنافذ دي اللي فيها تخفيض وكمان جودة عن غيرها من الأسواق الأخرى. فيلا بينا نستفيد من هذه المميزات ونروح نشتري من هذه المنافذ. يلا نروح للخبر اللي جاي اللي عنوانه بيتكلم عن التصدير للصناعات الغذائية. بيقول ارتفاع صادرات مصر من الفراولة المجمدة ل 59% إلى 244 مليون دولار، والكلام ده في 2021. وده الكلام اللي أكد عليه التميم الضوي نائب المدير التنفيذي للمجلس التصديري للصناعات الغذائية. قال كمان وأكد أن صادرات مصر من الفراولة المجمدة شهدت نمو بنسبة 59% خلال العام الماضي لتسجل رقم كبير 244 مليون دولار في مقابل 153 مليون دولار، الكلام ده خلال 2020. كمان أكد خلال المؤتمر الصحفي اللي نظمه المجلس اليوم إنه مصر بتحتل المركز الأول عالمياً في تصدير الفراولة المجمدة وفقاً لبيانات مركز التجارة، متوقفة طبعاً على الآي تي سي العالمية على أهم المنتجين في العالم، وعلى رأسهم مين؟ بولندا، المكسيك، شيلي، المغرب، بحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط. كمان قال إنه تم تصدير نحو 213 ألف طن فراولة مجمدة خلال العام الماضي، مشيرا إن الفراولة المجمدة بتمثل 6% من إجمالي الصادرات الغذائية المصرية. وأكد كمان إنه من المتوقع أن تمثل الفراولة المجمدة نسبة 10% من إجمالي صادرات الصناعات الغذائية المصرية، وده في عام 2024 بإذن الله، مع تحقيق معدل نمو بنسبة كده تتراوح ما بين 10-15% سنويا. فالنسبة دي نسبة حلوة جدا، وكمان أي حاجة تشجعنا على الصادرات وإن احنا نصدر وندخل عملة صعبة فأهلا بيها.
يلا خلينا نشوف تفاصيل اكتر بقى. وتعليقا على هذا الخبر هيكون معانا تعليق على الخبر اللي جاي. الداخلية بتضبط 86 طن من الأغذية احتكرها التجار، وده ليه يا سيدي؟ لرفع أسعارها خلال 24 ساعة. تعالوا نشوف إيه اللي حصل. الأستاذ محمود عبد الراضي مسؤول ملف الداخلية لمتابعة طبعا تفاصيل أكتر هيكون معنا. أستاذ محمود أهلا بيك. اهلا وسهلا بحضرتك يا فندم. ادينا تفاصيل عن المجهود ده وقد ايه ان احنا لسه الدولار يعني غالي امبارح والناس لحقت تحتكر هذه الكميات. يعني انت عارف يا فندم ان في للاسف بعض التجار الجشعين اللي عندهم يعني هوس الثراء السريع بيلجأوا لاساليب احتكاريه وممارسات غير مشروعه في الاسواق عن طريق احتكار بعض السلع، خاصه السلع الاستراتيجيه الاساسيه اللي بيحتاج ليها كل بيت مصري، خاصه ان احنا داخلين على شهر رمضان الكريم. تمام. ومن ثم بيكون الهدف من هذه الاساليب الاحتكاريه هو تعطيش السوق لرفع اسعار هذه المواد الغذائيه، خاصه في ظل الحاجه الماسه لها من قبل المواطنين. وزاره الداخليه بدورها يعني تشن يوميا حملات مكثفه عن طريق الاداره العامه لشرطه المرور التموين بالتنسيق مع مديريات الامن المختلفه على مستوى الجمهوريه. هذه الحملات بتستهدف الاسواق لمراقبتها وضبط الاسعار وملاحقه المخازن اللي بيتم من خلالها تخزين اطنان من السلع الغذائيه اللي بيتعمد بعض التجار لاحتكار هذه السلع الغذائيه. بالفعل يعني خلال الايام الماضيه وزاره الداخليه نجحت في ضبط عدد ضخم من اطنان من المواد الغذائيه، للاسف معظمها مواد غذائيه استراتيجيه هامه مواطنين بيحتاجوا ليها. احنا بنتكلم عن اللحوم وعن المكرونه والارز والسكر والسمنه اللي اي بيت مصري بيحتاج اليها. كل هذه السلع بعض التجار للاسف بيلجأوا لهذه الاساليب لاحتكارها لرفع اسعارها، لكن الاجهزه الامنيه والرقابيه بتكون دايما ليهم بالمرصاد ويتم تحرير محاضر. وعايز اقول لحضرتك في يعني عقوبات رادعه بتتم على الفور، يعني يمكن كان اخرها منذ حوالي 3 ايام صدر قرار بالحبس لاحد المتهمين لمده 5 سنوات بعد ضبطه ب 48 ساعه فقط. يعني هناك عقوبات رادعه وسريعه حتى يتم تحقيق الردع العام وحتى لا يتم تكرار مثل هذه الافعال التي تضر بالمواطن البسيط. صحيح. كمان تفاصيل الخبر اللي قريتها استاذ محمود ممدوح بتقول لك انه 109 قضيه، ده رقم برضو، وبتتكلم في مضبوطات اكتر من 479 طن. فالناس يعني بتعمل ده حتى قبل شهر رمضان، يعني فين الضمير؟ يمكن لسه كنت بتكلم في بداية الحلقة عن انعدام الضمير والجشع، فكلمني عن هذه الكميات. ولازم نوجه الشكر طبعا لوزارة الداخلية على هذا المجهود المحمود جدا. طبعا زي ما قلت حضرتك فعلا ارقام ضخمه وارقام يعني مخيفه تنم على مدى جشع ومدى ثقافه الطمع لدى هؤلاء التجار اللي بيحاولوا يتكسبوا ويتربحوا حتى لو على حساب البسطاء من المواطنين من خلال جمع زي ما قلت حضرتك كل هذه الاطنان داخل المخازن، ظن منهم بانهم بعيدين عن اعين الرقابه وبعيدين عن اعين الشرطه، لكن يعني الشرطه دايما بتكون ليهم بالمرصاد بتشن حملات. عايز اقول لحضرتك الحملات على مدار 24 ساعة حملات بتعتمد على يعني حاجتين، الحاجة الأولى وهي المعلومات الخاصة اللي بتصل للأجهزة الرقابية، ثم بعد ذلك بلاغات المواطنين. ومن هنا يعني لازم نؤكد على فكرة إن أي مواطن يعني يعرف أي تاجر بيحتكر السلع وبيرفع السلع وبيتلاعب في الأسواق بسرعة بيبادر بإبلاغ شرطة التموين لاتخاذ الإجراءات القانونية، لأن ده دور مهم جدا لو كلنا قمنا به هنساهم في القضاء على عملية الاحتكار حتى تعود السلع متوفرة. إذا توفرت السلع يبدأ أسعارها تنزل بعض الشيء، ثم بعد ذلك يحصل عملية ثبات الأسعار. عايز أقول لحضرتك كمان إن وزارة الداخلية لا تكتفي بالحملات الرقابية اللي بتقوم بيها، وإنما كمان بتوفر الأغذية من خلال مبادرة كلنا واحد بأسعار مخفضة بنسبة حوالي 40 أو 50%. كمان النهاردة وزارة الداخلية وجهت أطنان من السلع الغذائية للمناطق الأولى بالرعاية وتم توزيعها بالمجان حتى تساهم في يعني رسم البسمة على وجوه البسطاء من المواطنين خلال هذه الأيام المباركة.
طب خليني برضو أسأل حضرتك سؤال ماليش علاقة قوي بالموقع الجغرافي، لكن أقصد من سؤالي أنه في بعض الناس أو التجار هتتخيل أن ده العمليات الضبطية دي أو الحملات الخاصة بوزارة الداخلية بتكون في المحافظات الكبرى في الأماكن المعروفة، لكن الأماكن النائية والبعيدة والقرى والمراكز الصغيرة بعيدة عن العيون. فأنا عشان كده عايز أعرف من حضرتك مدى وصول هذه القوات أو الحملات الخاصة بوزارة الداخلية لأبعد مكان عشان ما حدش يتخيل إن هو بعيد عن أي اتخاذ إجراء قانوني ضد جشعه أو طمعه. يعني زي ما قلت لحضرتك في بداية كلامي، هذه الحملات بالتنسيق مع كافة مديريات الأمن، كل مديرية الأمن من أسوان لإسكندرية المطروح، كل هذه المديريات يوجد بها إدارة ما إدارة شرطة التموين. هذه الإدارة تقوم بحملات يومية وفي توجيهات في هذا الصدد يوميا. هذه الحملات بتقوم على مرحلتين، سواء حملات صباحية أو حملات مسائية. عايز أقول لك لا يوجد أي شبر من أرض مصر إلا مغطى من خلال هذه الحملات. هذه الحملات وهذه الضبطيات اللي حضرتك كنت لسه بتقري الأرقام بتاعتها، هي مجموعة من الأرقام من كافة مديريات الأمن، مديريات الأمن في الصعيد وفي الدلتا وفي محافظات القناة، مش القاهرة الكبرى بس، ولكن في كافة ربوع البلاد. وهذه الحملات موجودة ومستمرة حتى يتم يعني تحقيق ثبات الاسعار وحتى يتم القضاء على الاحتكار. الهدف منها هو خدمه المواطن البسيط، عشان المواطن البسيط يقدر يلاقي يعني قوته بسهوله ويسر، وما يكونش فيه مغالاه او احتكار او يعني التلاعب بالاسعار اللي طبعا بيتاذى منها المواطن البسيط خاصه قبل شهر رمضان الكريم. هل كان في بعض السلع حتى يعني الفاسده استاذ محمود في هذه الضبطيات، ولا كان كلها قصدها الاحتكار والجشع فقط؟ هي يعني الحملات بتستهدف كل المخالفات التموينيه، سواء مخالفات خاصه بالاحتكار او اغذيه فاسده او اغذيه مجهوله المصدر. اي مخالفه تموينيه بيتم تحرير مخالفه بشانها وبيتم احالتها لجهات التحقيق اللي بتتخذ اجراءات رادعه وفوريه حيالها على الفور. أنا بس عايزة حضرتك توجه رسالة تانية ونداء تاني، لأنه في ناس كتير وحضرتك برضو أكيد بتتعامل يقولك هي جت على الشكوى بتاعتي، لكن كلامك كان موثق وواضح جدا أنه هذه الحملات بتطلع عن طريق أمرين، أولهم المعلومات تانيهم البلاغات، صحيح؟ بالفعل يا فندم، ده مهم جدا. أي. الأمر يعني إحنا مش زي ما بيقولوا مفيش يعني الشرطة مش هتوقف عسكري على كل تاجر طبعا، لكن ده دور شعبي ودور رقابي. إحنا دورنا نراقب مثلنا مثل الشرطة بالظبط، إحنا دورنا نبلغ. وكمان عايز أطمن الناس إن الأجهزة الأمنية هناك ما يعرف باسم سرية البلاغات، بمعنى إن أنا كمحمود رحت بلغت شرطة التموين، قلت التاجر اللي جنبي فلان الفلاني اللي بيحتكر السلعة، فهم طبعا لما يتم اتخاذ الاجراءات القانونيه او ضبط هذا الشخص لا يتم افصاح عن هويه الشخص المبلغ، وما ثم ده بيشجع الاشخاص على انهم يبلغوا. الابلاغ سهل وبسيط، الامر لا يتطلب ان احنا نروح لحد اسم الشرطه او شرطه التموين، ولكن الامر ممكن نبلغ عن طريق صفحه وزاره الداخليه، عن طريق الانترنت، ممكن نبلغ عن طريق الاتصال التليفوني، تتعدد صور البلاغات حتى لا يكون هناك يعني اي يعني سبب او اي حاجه المواطن يتكاسل بسببها. بس استاذ محمود خليني اقول لك انه حتى بالبلدي كده الناس الغلابه وكلنا بنقول يا واخد قوتي يا ناوي على موتي، فالناس بالعكس، ده انا بعمم الفكره وكلنا متضايقين، وحتى على مواقع التواصل الاجتماعي فيها ايه لما التاجر اللي تحت يعرف ان انا هبلغ عنه؟ بالعكس، هو انت هتعمل ايه فيا اكتر من ان انت بتسرقني عيني عينك، وان انت بتحتكر السلعه اللي الدوله بتدعمها لي وبتبذل مجهود عشان تقدمها لي بسعر مخفض. ف يعني اعتقد ان مفيش حاجه تخلي المواطن يقلق حتى لو التاجر عرف، يعني ايه المشكله؟ بالعكس، ده احنا عايزين نعمم الفكر ده. بالفعل يا استاذ اسراء، يعني اعتقد ان ده يعني فرض على كل حد يعني، فهو تاذى او غيره تاذى او جاره تاذى، ان احنا نبادر. واذا كانت اذا تم ترسيخ هذه الثقافه، ثقافه الابلاغ عن التجار الجشعين، هيحصل عمليه الردع، وده هو المطلوب. صحيح. ومن ثم التجار هيلتزموا، ومن ثم ستعم الفائده على الجميع في ثبات الاسعار وحتى لا يتاذى المواطن البسيط. صحيح. انا بشكرك شكرا جزيلا استاذ محمود عبد الراضي، مسؤول ملف وزاره الداخليه باليوم السابع، شكرا جزيلا ليك. انا ركزت على النقطه دي
تاني وتالت ورابع، وهختم بيها الحلقة عشان كلنا نفكر في نفس الموضوع ونتعامل بنفس الطريقة، وانه محدش يسكت، وانه فعلا الموضوع دلوقتي مش حاجة كده انا داخل اشتري بنطلون ولا داخل اشتري نظارة ولا ساعة، انا اكل وشرب حياتي اليومية، فما ينفعش اسكت. ولما تبقى كمية البلاغات كده من تاجر معين او في معلومات كتير لوزارة الداخلية، انت بتسهل عليهم الوقت بدل ما يقعدوا يجمعوا معلومات وغيره، وده طبعا بالفعل بيتم. لكن لما حضرتك يكون ليك دور، أرجوكوا 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 أنا كمان وكل الناس لازم يكون لينا دور، ونركز ونحفظ الأرقام دي على تليفوناتنا. أي حاجة ألو كده، بس طبعا نتحرى الدقة عشان ما يبقاش أي حد بيبلغ عن أي حد، خلينا يعني برضو إحنا نراعي ضميرنا في النقطة دي، ويبقى فعلا لما يبقى فيه مخالفة واضحة وصحيحة نبلغ. يلا نروح على وزارة الري، واللي بيكلمنا عنها وزير الري، وبيقول لنا وبيكلمنا عن التحديات المائية وراء زيادة الاستثمارات في قطاع المياه لأكثر من 50 مليار دولار. شارك الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري في رئاسة الاجتماع الوزاري المنعقد ضمن فعاليات المنتدى العالمي التاسع للمياه بمشاركة 30 من الوزراء من المياه بدول العالم، والكلام ده طبعا في أكثر من 20 منطقة إقليمية ودولية، والمعني بوضع مسودة وخطة أساسية تعمل على شأن تحسين خدمات مياه الشرب والصرف الصحي. وأشار أيضا الدكتور محمد عبد العاطي وزير الري للتحديات الكبيرة اللي بتشهدها مصر والعديد من دول العمل من دول العالم، ده طبعا في سبيل تحقيق خطة التنمية المستدامة 2030، والأمر ده طبعا بيتطلب تحقيق المزيد من التنسيق والتعاون بين مختلف الدول. طبعا التعاون ده هيكون في مجال المياه، والذي يعد أحد أهم ركائز التنمية المستدامة، مستعرضا حجم التحديات اللي بيواجهها قطاع المياه في مصر، وعلى رأسها طبعا المشكلة الأساسية اللي دايما بنركز عليها هي الزيادة السكانية ومحدودية الموارد المائية، وكمان التأثيرات السلبية للتغيرات المناخية. فأنت عرفت كده أساس المشكلة. ترشيد استهلاك المية برضو كدورك كفرد، أنا بكلم حضراتكم على دور الحكومة والاجتماع، وشفتوا قد إيه الموضوع فيه اهتمام مش بس على مستوى مصر ولكن على مستوى العالم. فالزيادة السكانية دايما بنتكلم عليها إن هي هتخلي المواطن البسيط يحس شوية بضعف التنمية والنمو الاقتصادي في بلده، لما نكون بننظم كده، مش بنحدد، بننظم النسل، بنحد شوية من التضخم السكاني، فنحس وولادنا يقدروا يعيشوا حياة فيها أريحية وبيتمتعوا بكل حقوقهم اللي بتكفلها لهم الدولة واللي بتكفلها لهم أسرتهم. آخر خبر بقى عن الأمطار والشتاء اللي حاصل. الأمطار بتمتد للقاهرة غدا، ورياح وأتربة ببعض مناطق، والصغرى بالعاصمة هتوصل لـ8 درجات. خلينا نشوف التفاصيل اللي توقعتها هيئة الأرصاد الجوية، إن بكرة إن شاء الله الأربع هيستمر انخفاض درجات الحرارة ليسود طقس بارد نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري. مش بس كده، ده كمان في برودة على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، وهيكون الطقس دافئ إلى حد ما على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، مائل للبرودة على شمال الصعيد، دافئ على جنوب الصعيد، وشديد البرودة ليلا على كافة أنحاء الجمهورية. توقعنا مع حضراتكم الأرصاد الجوية، وأتمنى أن كلنا نتوخى الحذر، بس هرجع وأقول أنه الجو ده على قد ما هو متقلب، على قد ما هو فيه بعض الاضطرابات، وفي ناس كتير ما بتحبش الشتاء، بس على الأقل أحسن من درجات الحرارة القاسية اللي بقينا نشوفها وارتفاع شديد كده ما كناش بنشوفه زمان قوي في مصر. يعني كناش بنحس بالارتفاع الكبير ده، بس ده طبعا نتيجة للتغيرات المناخية، بقى الشتاء بارد قوي والصيف حر قوي، فربنا يعيننا إن شاء الله. كده خلصت أخبارنا، وهنروح حالا لأولى فقرتنا الحوارية اللي زي ما قلت لحضراتكم اللي هنتكلم فيها عن الفول البلدي، واعتقد ان الفول البلدي المصري مفيش احسن منه، ودايما بقول وانا بتكلم على الفول انه الفول المصري فعلا له صيت زيه زي القطن كده. لو رحت اي حتة بره مصر حد هيقولك انت جبت فول، هتقول له انا هجيب فول من مصر. ايوه ده بره مصر بيطلبوا الفول المصري ده كده.
فبالتالي احنا لازم نركز في زراعه الفول البلدي، ونعرف قد ايه احنا لازم نركز في كل التفاصيل الخاصه بمعاملات الفول البلدي عشان ما يكونش عندنا مشكله في الجوده ولا في كميه المحصول. يلا نروح لفاصل، يلا نروح لفاصل بسرعه ونرجع مره تانية عشان نبتدي اولى فقرتنا الحواريه في الزراعيه الان.